قريت شكوى اخوي احمد سعد الروعي، واخوي يعني اعرفكم عليه احمد سعد، يعني كان عمره 18 سنه وسوى حادث بسياره ولله الحمد، ولله الحمد على كل حال، يعني صار مقعد، يعني من اصحاب الهمم ذوي الاحتياجات الخاصه، صار مقعد على كرسي متحرك. خلينا نشوف شكوته الحين، نروح ان شاء الله ونشوف. هذا بيتزا هوت سلايد هوت، هذا درج زين، يعني المقعد بكرسي ما يقدر يصعد. لنفترض يبي يطلب، شلون يدق؟ يعني يدق لهرن ولا يناديه علشان يجي الكاشير، ولا يدق تلفون يطلب طلبات يا مرحبا هلا فيك، ولا يطلب التلفون يقول طلعوا لي الطلب برا. وهني برجر كينج كذلك، ما في صاعدة حق الكرسي المتحرك. ونشوف كنتاكي، انا اشوف البنك التجاري، هني في صاعدة، شوفون هذه الصاعدة اللي اقصدها حق كرسي متحرك، يروح للبنك هذا او البنك الثاني. هذا دجاج كنتاكي طبعا، رصيف هني، ما في صاعدة ولا في صاعدة هني. عند مال التمويل هذا في صاعدة حق العرباين طبعا توصل اغراض، لكن المطعم ما. شوف هذه جمعية صليبخات الرئيسية، عشان اعطيكم مثال، شوف هذه صاعدة هني، هذه اللي اقصدها، شوف نفس العربانة تدخل، شوف مكتوب، مدخل خاص لذوي احتياجات الخاصة، هذه اللي اقصدها. شوف علشان اوضح اكثر، انا وقفت عند مركز التمويل عشان تفهموني اكثر زين. شوف مكتوب موقف خاص للتحميل والتنزيل فرع التمويل، طبعا حاطين هذه ليش؟ للعربة اللي توصل التمويل. شوف صعدة، هذول بالأساس حق العربات مو أصحاب الاحتياجات الخاصة. اللي أقصده عند مطعم المفروض ينحط الصعدة هذه لذوي الاحتياجات الخاصة، يعني المقعد على كرسي. الحين شفنا طبعا المطاعم ما فيها الصاعدة، طبعا كل مطعم يبي يفتح او محل لازم ياخذ من الصحة، من المطافي ترخيص، من الشؤون، من البلدية، فاعتقد هذه من اختصاصات البلدية ان تحط شروط لكل محل، مثلا يحط صاعدة لاصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل ما بكل مكان يحطون مواقف خاصة لاصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة. مثلا اذا انا اليوم مثلا صاحي، الله اعلم يمكن مستقبلا اصير مقعد على كرسي، اذا انا بروح للمطعم وباكل داخل المطعم، وشلون اروح له وما في صاعدة للكرسي اللي انا مقعد عليه؟ علما من اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة الاولوية لهم ومسؤولة عنهم طبعا الدولة كلها. الشكوى الحين اللي انا صورتها ما هي حصرية على جمعية صليبخات والدوحة التعاونية، كونها يعني بدأت من بداية يعني الشكوى هذه، طبعا وصلها لإدارة مجلس جمعية صليبخات بخصوص المطاعم انها تحط صاعدة للكرسي المتحرك، وهذا طبعا انا اعتقد انه فرض على كل مثلا مطعم ولا محل ولا سوق مركزي. والشكوى هذه نوصلها للمسؤولين الكبار اللي فوق، اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصه، اصحاب الهمم، اهلنا الاولويه لهم وحقوقهم فرض علينا جميعا، ولهم الحقوق، ان شاء الله توصل.